السلام عليكم. عبد الحليم شاكير، رئيس جمعيه تجار باب منصور للتنميه والتضامن. مرحبا بكم في سوق الهديب. اولا نتمنوا هذه المناسبه ديال رمضان الابرك اللي ان شاء الله تكون ترفعات كامل القيود ديال الحجر الصحي، واللي المغاربه تاملوا انهم يصلوا التراويح يعني كما عهدوا في الايام السابقه قبل الجائحه المدمره اللي دمرت وقفات الحياه ديال المغاربه. نتمنوا ان شاء الله نصلوا التراويح ديالنا ونعيشوا الطقوس ديالنا الرمضانيه في احلى وابهى حلال ديالها بحريه والمساجد مفتوحه، ونتمنوا ان شاء الله نعبد الله على حقه وطريقه والله يوفق الجميع. هذا رمضان متميز لانه بعد رمضانات دوزنا عامين ديال رمضان فيها شويه ديال القيود وفيها يعني الحجر الصحي وفيها واحد الضغط نفسي قوي وفيها حتى الكساد التجاري. هذا رمضان شويه الحمد لله، مع خصوصا هذا رمضان جاء مع العطله، هذه العطله اللي ديال التعليم اللي الحمد لله مجموعه ديال الموظفين هبطوا يتقداو الحمد لله، خلق واحد الرواج نوعي داخل الاسواق. يعني التجار كلهم يستبشرون خيرا رغم المشاكل اللي واقعه في غلاء الاسعار اللي ضرت التاجر ولا ضرت حتى المشتري. هو من المعلوم ان هذا اليوم الاخير الرواج يعني تيكون واحد الرواج قوي، لان غالبا المغاربه اللي ناقصه شي حاجه بحال دابا. هذا السوق هو سوق متفرد في المغرب، هو سوق جاي في واحد الموقع سياحي اللي حدا باب منصور، وقريب يعني جاي في واحد الموقع استراتيجي ما بين المدينه القديمه ما بين الملاح ما بين المدينه الجديده، وقرب ديالو الطاكسيات، لهذا تأهلوا انه يلعب واحد الدور تجاري قوي واستراتيجي في هذه المنطقه اللي بدا الاصلاح ديالو اللي مازال ما كمل، وللان كاينه اوراج الاصلاح في الساحه الهديم. يعني كاينه هناك مجموعه عوامل تجعله سوق متفرد تاريخي فيه النفحات التاريخيه، والجميل في هذا السوق هو انه تتميز بالمنتوجات المجاليه اللي نتمناو الدوله انها تدعمها. يعني عندنا الخليع، عندنا الحلويات الشباكيه اللي تيديروها العيالات في ديورهم، عندنا الزميته، عندنا الزهر مقطار، عندنا الورد مقطار، عندنا العسل ديال التعاونيات، عندنا زيت ارغان، عندنا زيت البلديه. يعني هذا منتوجات مجاليه اللي تتشجع الاقتصاد الوطني والاقتصاد المحلي وتتساهم في التنميه البشريه للمراه المكناسيه خصوصا ولا المراه المغربيه عموما، وكذلك التوابل اللي هي تتاثث المائده المكناسيه والشهيوات. كل شيء الحمد لله موجود في هذا السوق. اولا غلاء الاسعار هو واحد الحاله اللي ضرت التاجر قبل ما تضر يعني تضر حتى المشتري، لان التاجر كان تيشري السلعه بواحد الثمن ولا في حرج مع المشتري، خصوصا بعد المواد اللي طلعت واحد الطلعه صاروخيه. على سبيل المثال مثلا الزيت راه طلعت بواحد الدرجه اللي المواطن كسرت الكاهل ديالو، على مستوى يعني بالنسبه للتوابل التحميره والكمون والسكنجبير طلع بواحد القدر. يعني المواطن اللي كان شحال هذه تيجي في جيبو 50 درهم باش يشري العطريه، دابا خصو 100 درهم، شوف واش تقدو ولا ما تقدوش. يعني نتمناو من يعني الظروف العالميه، لا الحرب الاوكرانيه ولا اثار جائحه كورونا، اننا نتجاوزوها وترجع الاثمنه معقوله، هي في صالح التاجر وفي صالح المواطن كذلك. صراحه كل كان متخوف بان هذه حاله الجفاف تستمر، حتى الحكومه اخذت اجراءات تحديد يعني استباقيه لهذه المساله، تعويضات الفلاحين، ولكن الامر الله سبحانه وتعالى ادين بان الشطح والمطر، والله سبحانه وتعالى كريم وكرمنا ودزنا ربما وجه الصبيان وجه الركع والسجد، ربي كريم ورحمته موجوده كما تيقولوا يعني خوتنا المغاربه. يعني نتمنوا ان هذا المطر تراجع الاثمنه، نتمنوا وتراجع الاثمنه الاصليه ديالها. اولا المواطن راه عارف الواقع وعارف ان غلاء السوق ماشي مرتبط بالتاجر، مرتبط يعني بامور يعني متشابكه. المواطن راه واعي ان هذا الغلاء ماشي التاجر اللي داره، راه كاينه ظروف دوليه واقتصاديه واجتماعيه، اثر كورونا، الحرب الاوكرانيه، يعني سياسات الحكومه، هادشي هو اللي تيتحكم في الاسعار. اما التاجر الصغير
راه مضرور بحاله بحال الانسان اللي تيشري، راه بحال راه تزادت عليه توا السلعه تضطر انه يجيب واحد النسبه باش يبيع. هاد السياسه اللي تتنجها الحكومه، يعني حنا تنقولوا دائما ما بغيناش نحكموا عليها، هي سياسه تتبان ما خداماش، ولكن نتمنوا انها تثبت لنا العكس. نتمنوا هاد الحكومه دير واحد الرفاه اقتصادي واجتماعي، ونتمنوا منها انها دير سياسه اقتصاديه اجتماعيه اللي تتقيس الطبقات الهشه. يعني ما بغيناش حكومه الباترونه وحكومه الاقتصاديين والمشاريع الكبرى، وهنا كذلك حكومه اللي تتهم الانسان البسيط، الانسان اللي عنده 50 درهم في النهار وباغي يكمل بها النهار ويوكل وليداتو ويمشي ناشط وينعس في راحه. راه صعب هذه المعادله. الا حققتنا الحكومه هذه المعادله ديال المواطن البسيط يقدر يعيش ب 50 درهم في هذه البلاد و 60 درهم ويحس بالراحه ويربي ولادو يعني كما يجب، هذه هي المعادله اللي تنبحثوا عليها. نتمنوا اننا تحقق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، ويكون دائما السياسه ديال الدوله في صالح الطبقات الكادحه، في صالح المحرومين، في صالح المكلومين، لا المستوى الاقتصادي لا المستوى الاجتماعي وكذلك على المستوى السياسي. للاسف 50 درهم ما تشريكش حتى العطريه، ولهذا احنا تنتوجهوا برساله للحكومه بانها تدير واحد السياسه استعجاليه. الناس اللي عندهم الاجور منخفضه تزاد لهم، يعني مراقبه الناس اللي خدامين عند الناس كذلك حتى هما يشوفوا من حالهم. على الاقل المواطن على الاقل خصو 150 درهم في النهار باش يعيش حياه كريمه في هذه البلاد، اقل من ذلك هو في يعني راك عارف في جحيم وفي عذاب اليم، الله يكون العويل اللي ما عندوش. بالنسبه للعطريه اللي تزادت عندنا معروفه، عندنا التحميره، هذه التحميره يعني التحميره هي اللي تزادت للاسف، تزادت بواحد الثمن مهول وطلعت ل 60 درهم، وهي الان اللي يعني المشكل الكبير. كامل البلدي كان داير بالجمله ب 16% ولا دابا بالجمله 110 درهم، النفع البلدي تزاد، يعني امور كثيره تزادت وكلشي راه عندهم ظروف يعني كيفاش تزادت، راه كلشي معروف القسم. رساله للحكومه تنكرروها، تنتمنوا منها تنهج واحد السياسه اقتصاديه واجتماعيه ماشي للباترونه واصحاب رؤوس الاموال والمقاولات الكبرى. بغينا تنضرب العين للانسان الضعيف، الانسان اللي ما عندوش تغطيه صحيه، الانسان اللي تيكدح وتيضرب تيتعب يوميا باش يصور ديك 50 درهم و 60 درهم في النهار. هذا الانسان اللي خص الحكومه توجه له بانها تحقق له الكرامه، وما يمكنلاش تحقق له الكرامه الا بالعداله الاجتماعيه والتوزيع العادل للثروه. السؤال اللي مطروح دائما ان الثروه لازلنا كمواطنين تنطرحوه، نريد توزيع عادل للثروه، نريد كرامه للجميع، نريد وطن يتسع للجميع وثروه تتسع للجميع وتعليم للجميع وصحه للجميع وكرامه للجميع. هذا هو شعارنا، وهذا اللي غينضلوا من اجل المغاربه حتى يحققوا دوله انسانيه ديمقراطيه تحت رعايه صاحب الجلاله نصر الله وايده. رمضان كريم يدخل عليكم بالصحه. جمعيه تجار باب منصور تتمنى للمواطنين المكناسيين والمغاربه كلهم يعني رمضان كريم بالصحه والراحه وبالعباده وبتقوى الله وبالمغفره للجميع، ونتمنى ربي سبحانه وتعالى يشوف بالرحمه ديالو فينا، وان شاء الله هذه البلاد تكون احسن بلاد بين الدول العالم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.